بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ومنتخب مصر لشباب كرة اليد تم تتويجه بلقب بطولة إفريقيا برواندا بعد الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 35-15 في المباراة النهائية. ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت امبارح لقاءات قوية وحماسية بين مجموعة كبيرة من الفرق، أبرزها فريق أرسنال اللي حقق الفوز على فريق فالم بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك محمد النني بشكل أساسي مع أرسنال وظهر بمستوى جيد، وكده بيحافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، ووقف رصيد فالم عند 5 نقط في المركز الـ11. كمان حقق فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح انتصار كاسح على بورنموث بنتيجة 9-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وبكده بيحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقط، وبورنموث في المركز الـ16 برصيد 3 نقط. النجم النرويجي إيرلينغ هالاند قدر يقود فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز قوي على فريق كريستال بالاس بنتيجة 4-2 في لقاء جمع الفرقتين على ملعب الاتحاد. هالاند سجل في المباراة 3 أهداف، أول هاتريك ليه في الدوري الإنجليزي، وبكده أصبح رصيد المان سيتي 10 نقط في المركز الثاني، ووقف رصيد كريستال بالاس عند 4 نقط في المركز الـ13. من ناحية تانية فريق تشيلسي حقق الفوز على لاستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ستامفورد بريدج، وبالنتيجة دي بيرفع فريق تشيلسي رصيده للنقطة 7 في المركز 6 بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد لاستر عند نقطة 1 في المركز 19. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا.